اهلا بيكم في الحلقة ال 13 من البدائل. انتوا عارفين انا بحب البرودكت ده قد ايه. حرفيا انا البرودكت ده ما اقدرش اعيش من غيره. ال AHA و BHA Peeling Solution او محلول التقشير بتاع The Ordinary ده يا جماعة من المنتجات اللي من ساعة The Ordinary ما نزلته وانا حرفيا ما ببطلش اشتريه، لازم يكون عندي. هو للأسف سعره دلوقتي بقى غالي جدا ويعتبر بقى مقطع. جبت لكم يا جماعة البديل بتاع The Ordinary Peeling Solution. انتوا يا جماعة تصوروا ان انا جبت لكم البديل اللي هو الدوب حرفيا بتاع The Ordinary Peeling Solution، هو البيلينج ماسك من Forever 52. حرفيا they are the same، مفيش فرق في اي حاجة. نفس التركيزات، نفس القوام، نفس التأثير، نفس الإحساس، نفس كل حاجة يا جماعة. يعني بصوا، بديل حرفيا زي بعض بالظبط، مفيش فرق، مفيش اختلاف غير طبعا في السعر. نفس القوام ونفس اللون، نفس كل حاجة يا جماعة. أنا البرودكت ده عمري ما تخيلت إن أنا هلاقي له بديل، وانتوا طلبتوا مني كتير جدا بديل لي، و البديل اهو يا جماعة. without further ado، ومن غير رغي كتير، دوبس دوبس.